قال يكونوا استشروا مع المواطنين بعدا ويشوفوا النظريه ديالهم، فهمتي ولا لا؟ وعادي يشوفوا الفعل ديالهم. دابا راه الدراري كيدخلوا مع 8 ونص ويخرجوا، يدخلوا بالليل ويدخلوا بالليل. اه سهله، وكنا محتاجين، كانوا كاع التلاميذ محتاجين لنا هنايا وما كانوش كيدخلوا القسم بسبب الساعه اللي زايده، وكانوا زايدين لنا ساعه، كانوا محنين الصراحه. لا دابا تقريبا قدو ساعة مع 8 ونص، وكنخرجوا مع 12 ونص، مزوج ونص سونس. كاينين بزاف دابا كندير الإدارة، ولكن مقارنة مع ديك السيمانة لا، هذيك السيمانة راه حتى واحد ما كان داخل. أنا من الناس اللي شاركوا في الإضراب، وحنا ماشي غير مدرستنا وحدة اللي ديال الإضراب، بزاف في المدارس وأغلبيهم خديجة أم المؤمنين وعبد الخالق طوريس وحسن بن شابش. لأن الإضراب حيت هاد الساعة ما عجباتناش، وأغلبية الناس اللي كيقراو هنايا على حسب الشعب اللي ما كاينينش في مدارس أخرين، أغلبية كيسكنوا بعاد ما كيسكنوش قراب لينا، داكشي علاش دار الإضراب على قبل أغلبية على الناس اللي بعاد. أما الناس اللي قراب راه واخا هكاك راه غادي يجيو معاد، ولينا كنفيقوا في الصباح بكري ما كنقدروش نفيقوا، وهادي داكشي علاش درنا الاضراب. والاغلبيه اللي ما كيديروش الاضراب كيدخلوا جوج ثلاثه كاع الاقسام، راه هما اللي كيهرسوا لينا الاضراب، حيت لبقينا كاملين راه غادي نقدروا نحققوا شي حاجه. اما بالنسبه اللي ما كيهرسوا لنا الاضراب راه قال لك 1% اللي ما كيدخلوش، وحنا راه اكثر من 15%. انا بغيت ندخل القرا، ولكن الساعه بعض المرات ما كتكونش لايقه علينا حنايا، ما كتكونش مناسبه لينا حنايا. داكشي علاش فاش داروا التلاميذ الاضراب، حيت حنا درنا الاضراب حيت حنا معنيين به، دونك في اللي كنخرجوا في الظلام ما خصناش نخرجوا فيه. حنايا بغينا نبقاو دايرين الاضراب حتى يحيدوا لنا الساعه، ولكن ما بغاوش يديروا معنا حلو. حنا ديجا كنضيعوا في قرايتنا وكنضيعوا في الفروض، دونك ما يمكنش في الاخر غادي ندخلوا. راه كنفيقوا بكري، كنفيقوا بكري والساعه زايده، ما كرهناش نرجع الساعه اللي كانت شحال هذه.